هذا الربع أشهر كلها، هذه الربع أشهر كلها لا تساوي الأذى لأذن السلم عطاوي البارح. المهم أنا قلت لكم كل شيء، والله لا تساوي الأذى لأذن. والله ما بغيتوا الخير لديك البلاد مع داريوسكم، قبح الله المرض الله يهنيكم. ليس هناك تآمر، ليس هناك أجندة، ليس هناك عصابة، ليس هناك أي شيء. ناس عاديين جزاهم الله خير، يعني هو كيعرفوا رشيد أيلال، كيعرفوا السي معطاوي. شنو فايد يعني تكلم على السي فايد وقال بأنني أنا مع السي فايد وكان اعتمد عليه؟ واش هذا السيد ما نشكروش؟ غادي نشكره طبعا. واحد كيسبك بالتصيلة، واحد كيقول لهم يعني فايد مفكر، واحد كيقول فايد عشاب. اش بغيتوني نمشي مع هذاك اللي كيقول فايد عشاب، ولا كنمشي مع يقول الدكتور محمد فايد المفكر؟ احكموا انتوما، انا هاد الناس ما ظلمونيش، بالعكس انا اللي ظلمتهم. سي عصيد انا اللي ظلمته، انا اللي جرأت عليه لانني كنت غلط، لانه ملحد وظلموه، وتا هو عاش ازمه مع اولاده ومع مراته، هي الازمه اللي عشتها انا في اشهر ثلاثه واربعه يعني. وهذا الظلم خصو يوقف. الشفوي، الشفوي ما عندوش. الكلمة صيد والكتابة قيد، القيد. وهذيك السيدة راك تتعرفها، وهي اللي قدمتني ليك، وهي اللي قدمت لك رشيد ايلال، وهي اللي قدمت لك السي الحسن ولي زانفيتي هادو ديالك اللي كيدوزوا في القناة، وهي يعني وما تنساش، وهي اللي كانت تحت تدخل معاك اللايف وكتساعدك. يا اخي لا تنسى الفضل، والله يا اخي لا تنسى الفضل فقط، يعني ما تعماش يعني. فالناس يعني كاين اشياء لا تنشر. والله واخا قتل لي واحد بويا يقتلو قدامي، والله لن انشر سر من اسراره. وانا قلت لك ما عندي في جوالي. لا لا، من فضلك من فضلك، لا يمكن. ها هي هذه معاك، شتيها الحلقه انا وياك، وكتسطر على كل شيء. سي المعطاوي رجعوا للعلوم، لان عارفك باللي مشيتي بعيد في داك الشيء ديال الدين، ديال الهجوم، التطاحن نقولوا مع الاخرين. الدكتور ما بغيتوش يبقى كيسرسر. ها هي سبحان الله، الناس نساو كل شيء، نساو القيم، نساو الاخلاق، نساو يعني الصحبه، نساو انسان عادي ما ينساش. واحد النهار راك انت مصايب، ولو يوقع واخا يقتل ليك بوك، ما غاديش تنشر الاسرار ديالو. رسائل مصيفطهم لك في الواتساب وتقول للناس هانتوما، ولا تسجل شخص وتنشره، ولا هذه ليست من، هذه غير مقبولة في المجتمع، ولا أنا أظن أن هناك شخص في العالم يقبلها. لا يقبل أنك تسجل شخص وتنشره، هذه غير مقبولة أخلاقيا وفطرة في الشخص. هنا إلى حد الآن يعني ما كنجاوبش، قلت لك رانا ما نجاوبش على السي المعطاوي، قلت لك ما نقدرش نتكلم في الهاتف ولا أجيب أي أحد، أنا عندي اللايفات فقط. وإلا شي واحد قال لك راه جاوبني كذب، ما تنجاوب سوى واحد لا خارج الوطن ولا داخل الوطن، لأن هناك محاولات كثيرة لاختراق القناة. الالغوريتم ديال القناه الان من شهر اثنين هو كيتعرض لمحاولات الاختراق. الالغوريتم باش المشاهدات ما يطلعوش، وباش الناس ينسحبوا، باش كذا الى اخره. الفيسبوك الصفحه تقريبا كانت ستخترق 25 مره، صفحه الفيسبوك. الان صفحه الفيسبوك عندي فيها مشكل تقني، عطب تقني، انها ما كتوصلش للناس. الهاتف، المعلومات اللي في الهاتف كلها مشات، جميع حتى علاش ما كنجاوبش الناس؟ لان غير كنجاوبهم هذيك لا كونفرساسيون كتمشي كطير كتسرق. ملي ما كتجاوب ما خصكش تحل، لان لا جاوبتي كيمشي، تكون اوديو ولا تكون كتابه، رسائل ولا شيء. هذا الربع اشهر كلها، هذا الربع اشهر كلها لا تساوي الاذى لاذن السلم عطاوي البارح. المهم انا قلت لكم كل شيء، والله لا تساوي الاذى لاذن. الشفوي، الشفوي ما عندوش. الكلمة صيد والكتابة قيد، القيد. وهذا ليس معقول، وليس والله ليس معقول هذه الأشياء هذه. فإن شاء الله علي فنحن نصبر لأذى على أذى الناس، وطالما صبرنا على أذى الناس لكن والله لا نفشي سر أحد ولا نؤذي أحد، ولو بلغ ولو يقتل أبي. الشفوي، الشفوي ما عندوش. الكلمة صيد والكتابة قيد، القيد. حتى فاش نكونوا في الحلقات كتكون هي في الجهة الأخرى وكتصيفط لي على الخاص
باش تقول لي شنو ندير وشنو ما نديرش. حتى فاش تكون انت معايا ولا اي ضيف كتسير طريقه وكتقول شنو خصها تقول. وللاسف الشديد انا لا اكذب وما تعلمتش الكذب وما يمكنليش نكذب. عطيني دقيقه نفوت لكم غادي نجيب هذه سميتها باش نثبتوا بلي السيده راه ما عندهاش شي حاجه سميتها البراءه. ما تبرأهاش الدكتور الله يخليك. لا لا من فضلك من فضلك لا يمكن. ها هي هذه معاك شتيها الحلقه انا وياك وكتسطر على كل شيء. سي المعطاوي رجعوا للعلوم لان عارفك باللي مشيتي بعيد في داك الشيء ديال الدين ديال الهجوم التطاحن نقولوا مع الاخرين. الدكتور ما بغيتوش يبقى كيسرسر. ها هي ما تخليهش يدخل في مساله الشيوخ. بدل الموضوع بقاو في العلوم. بدل الموضوع السي معطاوي. دكتور كتدخل حتى في الطريقه باش هي كتحكم. ما تقدرش تصيفط لك وانت كتهضر كتصيفط لي انا ما تخليهش يبدا يسرسر. كتضبط الايقاع. الايقاع هي كتضبطه. انا كنشوف فيك ها علاش المواطنين كانوا تيقولوا لي علاش ما كتهضرش السي معطاوي علاش ما كطرحش الاسئله على الدكتور. كنبقى غير ساكت لاقاش نكون شارد. كيفاش انا عندي حلقه معاك موضوع من المواضيع والسيده في الجهه الاخرى في الخاص كتصيفط لي التعليمات ما تخليش يدير هادي يدير هادي يدير هكا قول له طاف 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 دير اي 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 قول لي ما نحماقش قول لي ما نحماقش قول لي ما نمرضش ليش حاجه خذ بيدي حسني دري صغير وخذني على قد عقلي لا يمكن تبرئتها والله العظيم واخا ندير ثلاثه د السوايع هنا ما نكملش شيء بحال هذه المسائل هذه نجبدها بالدليل القاطع لا كتدخل في الكبيره والصغيره كتدخل في الكبيره والله ما بغيتو الخير لديك البلاد مع داريوسكم قبح الله والمرض الله ينيكم ولكن فقط ما تظلموش الناس وما تاخذوش ظاهر الامور وما توهموش مشاكل توهموا مشاكل ها واحد السيده كاينه لهي راه هي اللي جمعتهم راه هي اللي سلطتهم عليا وهي اللي ضامنوا عليا والله يا السي المعطاوي ما كيتامر عليك شي حد اثق بيا يعني وانا حافظ كتاب الله والله واحد ما كيتامر عليك الشفوي الشفوي ما عندوش الكلمه صيد والكتابه قيد القيد وما نظلموش الناس فقط ما نفضحوش اسرار الناس الباقي كله ممكن دابزو ممكن عشي ولكن في الاخير هي الدنيا هكذا اكيد غادي تفهموني لان الحاله اللي كنعيشها دابا لا تسمح لي باش نعمل حتى شي حاجه يعني ما ولذلك علاش انا كنعمل لايف كنعمل لايف باش يشوفوني الناس رانا باقي لاباس باقي يعني هناك من قارة مسحور دارت لي شي حاجه راه تسطى راه خرج لي عقله راك مشتو شنو كيقولوا في اليوتيوب راه ما سطيت ما خرج لي عقلي ما خدامي مع اجنده اجنبيه ما والو راه فايد لا زال في منزلي مسائل عاديه ولن يقع هناك اي شيء فقط ما نظلموش الناس والناس ما نضلوش ما نظلموش الناس وما نشهروش باسامي ما داروا لنا والو ما داروا لنا والو هاد الناس ما ظلمونا حتى في شي حاجه انا اللي لقيت حدايا اللي اش تقول لك واه هنيئا لك يعني ولاو معك الملحدين هاد الناس هادو اول من يعني من بدا كيرد على فايد لماذا لا اشكرهم انا ما دخلت معهم فين ما كاين لا حتى حاجه احنا ماشي تنظيم سري ولا عصابه ولا ما انا ناس مفكرين في المجتمع وما يمنع حتى شي واحد الا تلاقاو شربواتي مع بعضياتهم هذا ما يعني ما شنو فاشي منع فاشي منع يعني وانا عندي اصدقاء كبار عندي والله عندي اصدقاء كبار وكنت كيتحرجوا والله كيتحرجوا وعندي عائلتي كذلك اللي كيتحرجوا هاد الناس ما راعوا لا الدم كما نقولوا في المغرب والله ما راعوا لا العائله ما راعوا لا الاولاد ما راعوا لا يعني الناس هكذا خرج عقلهم وخرجوا لي معينيهم ومشاو في ذاك الاتجاه فقط لانهم تاروا من اجل هذاك ديالهم فقط وظلموا الناس وظلموا فايد وظلموا عاصيد وظلموا رشيد ايلال وظلموا كثير من الناس غير الظلم لا لكن الناس ما التمسوش لي انا العذر لي 4 شهور وانا عايش تحت يعني تحت الاعصاب ديال هادو اللي يعني السب والشتم والانتقادات والاحتقار 4 شهور والناس كيعطوني وما ما ما حسش بيا السي المعطاوي وما ما دارش راسو في بلاصتي هو اول من كان خصو يفهم تاتيني في موقف خايب
ودرتي لي واحد المولينكس مخي ما بقيتش فيك، وانا كنطلب منك غير رد. راه ما كاينش حجه انك تهضر معايا على ما نهضروا غادي نقلبوا البلاد، حنا مواطنين، التليفونات كيتسمعوا، حنا ما تنقولوا عيب، ما كنديروش سياسه، ما كنديروش حتى شي حاجه اللي هي خايبه. الو السي المعطاوي، نعم مرحبا، شوف الله يعطيك الستر، اش كاين اللي عنده أجندة عرقية كاين في المحيط، اللي عنده أجندة دينية كاين في المحيط. هاد الناس هادي اللي جابتهم لي، هاد الناس هادي اللي لقاتك بهم، أنا ماشي شغلي، هذاك راه الوطن ديالنا وتوابيتنا. ومن حيث نشوف أنا شي أجندة اللي ربما فات الإدراك ديالك أنت، ربما ما حسيتيش بها، أنا خصني ندخل باش ما تكونش الفتنة في البلاد. علاش؟ لحقاش تقسيم الشعب المغربي على أصل عرقي؟ خطير. تقسيم الشعب المغربي على أساس ديني خطير. وقال الله بلدنا من الفتن. مسألة سهلة، نكون معك أنا واضح، احنا كنتمناو الخير لك البلاد، ربما الإدراك ديالك ما عطاكش هاد الحوايج. دكتور فايد، هاد جوج الناس، واحد عنده أجندة عرقية، واحد عنده أجندة دينية. هاد جوج الأجندات بداو كيبانو في لي لايف ديالك أنت من خلال المذهب الديني اللي مشيتي فيه للاسف الشديد، وكنتاسف وقلت لك ونبهتك ورغبتك وعطيتك النصيحه الاخ، وكتبان فيه البصمه العرقيه اللي ديال الاخر. انا كنهضروا على الامازيغيه، ولينا كنهضروا على بزاف ديال الحوايج. نحن شعب واحد، الا بغينا نقدوا الوطن احنا شعب واحد. انا امازيغي الاصل، انت تقدر دير الامازيغيه وتقدر تعلمتيها وكل شيء، لكن انا تجري في دمي، انا امازيغي، وما تنقبلش نفرقوا ما بين العربي والامازيغي. هذه خدمه فرنسا، وهذه الامور راها كاينه. المغرب شعب واحد، امه واحده، تراب واحد. انت متخصص في التغذيه، وارفع لك القبعه، الله يحفظ بلادنا. والله العظيم ما كنت حاب انك تدخل في ذاك الصراع بصفه نهائيه. انا قدامك وفي وجهك وقلت لك الدكتور الفايد المشكل عنده 13 قرن وما تحلش. واش انت تظهر لك انك غادي تحل هذا المشكل وغتنتصر عليهم حتى ولا كانوا مخطئين؟ ومن المخطئ بصفه نهائيه؟ باش نلعبوا حنايا انت بقدك وقامتك وانا بقدي وقامتي، ولينا بجوج مستغلين، وهذه حقيقه صارخه لاجندات بهذا الشكل. علاش نقول هذه الهضره؟ حتى انا ما كنربحش صبعاني، تنقولها على حقاش. شنو اللي خلى هذه الاخت هذه اللي هي بريئه براءه الذئب من دم يوسف، شنو اللي خلاها تجيب لي بن عكراش؟ شنو اللي خلاها تجيب لي ايلال؟ شنو اللي خلاها تجيب لي سي حمزه؟ شنو اللي خلاها تجيب لي فيصل؟ شنو اللي خلاها تجيب لي عبد ربه الموجي من اليمن والاخر؟ وعندي هادشي غنشرو باش تكون فريق. ما كنشرح لك باش تكون واحد الفريق. على حقاش انا مشيت للصفحه ديالها وبقيت كنقلب ملي بديت تندير البحث. شو هادي خيتي، ما كنتش ما عنديش ليها الوقت، بديت تنقلب لقيت عندها هي الصراع، وكتقاتل مع الشيوخ وكتعاير معاهم في اريج المسك، الصفحه ديالها ديال سميتو ديال الفيسبوك. هزا السيف وركبه على الحصان وجالسه كطير. هاد السيده هي اللي اطرات باش دخلتي انت لهذا المعترك، هذه حقيقه. انا شخصيا الدكتور الفايد، انت كتصلي استخاره وحتى انا وكنقول لك الصدق، قلت لك الدكتور الفايد لازم ما غادي تراجع، قلت لي لا لن اتراجع، وهادو راه خصهم. يا سيدي راه ما تحلش 13 ل 100 عام، ولكن اليوم كاينه طريقه دبلوماسيه باش خرجتي، انني انتهت مهمتي انتهت، هادشي اللي قلتي، ودابا مازال لا 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 رجوع لذلك الموضوع. انا اقول لك حقيقه، ما كاينش رجوع لذاك الموضوع بصفه نهائيه. علاش؟ ماشي انا اللي كنفرض، لان الظروف اللي كتفرض. ان الوطن
ليس في حاجة لهذه الأمور. كاين علماء صحاح أجلاء، هذوك ما كيهضروش. كاين الناس عندهم كل واحد منا شي تقوت فما كيسكتوش، وكيتخلقوا قنوات كما قلت انت بفمك اللي كيتقوتوا، والمشكل غادي تولي كرة ثلج كدور. انت عارف، انت دكتور وانت كدير الابحاث العلميه، الا ما تحبش هذا المرض غادي تبقى التفاعلات والقنوات الروينه، وغادي يكون فينا، وانت واعي بهذه القضيه، وهذا هو علاش تراجعتي. ولكن المخرج الصحيح هو انتهت مهمتي وسنعود سنرى. دكتور فايد بغيت لك الخير، انا صادق معك دكتور فايد، افق الكلمه صيد والكتابه قيد، هالقيد